السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وأعتقد في ناس كتيرة مع الأسف ما يعرفوش عنه أي حاجة، وهي مساحة التخزين السحابي. يعني إيه تخزين سحابي؟ اللي هو الكلاود ستورج، يعني أنا بخزن حاجة، طبعا مش سحابة، تمام، بس بخزنها بعيد عني، بعيد عن التليفون بتاعي، بعيد عن الكمبيوتر، بعيد عن اللابتوب، مش موجودة عندي، بس لما بحتاجها بلاقيها. زي إيه مثلا؟ كلنا على سبيل المثال عندنا إيميل، تمام؟ ايه هو الحاجات اللي موجوده على الايميل ديت؟ فين مكانها؟ فين يعني مثلا الداتا بتاعتي اللي على الايميل، الصور اللي على الايميل، الدوكيومنت اللي على الايميل، الايميلات نفسها بتتسجل فين؟ دي بتتسجل في حاجه اسمها مساحه التخزين السحابي. يعني على سبيل المثال عندنا الجوجل، عندنا جوجل عامل حاجه اسمها جوجل درايف، مساحه التخزين السحابي بتاعت جوجل. عندنا مايكروسوفت عامله وان درايف، عندنا مساحات تخزين بتقدر تشتريها زي دروب بوكس، بيديك مساحة مجانية وجزء الباقي تقدر تشتريه. عندنا الاي كلاود بتاع الايفون والابل، ففي منه اشكال كتيرة، والموضوع مهم جدا هنتكلم عنه باستفاضة، وهوريكم دلوقتي ان شاء الله لما نروح للكمبيوتر هوريكم ازاي تعملوا اشتراك مثلا في دروب بوكس، في الاي درايف، في الجوجل درايف، وفي الون درايف، وازاي تقدر تستخدمه افضل استخدام ممكن. يعني تبقى موجود في اي مكان في العالم، تقدر تنزل الصور بتاعتك، الفيديوهات بتاعتك، الدوكيومنت بتاعتك، وبعدين تمسحها تاني وتفضل برضو موجودة عندك في مساحة التخزين السحابي. ما تروحوش اي مكان، وروح دلوقتي للكمبيوتر ونشوف بالظبط ازاي هنعمل مساحة التخزين السحابي. بروح على الجهاز ونفتح google.com، نخش على الجيميل بتاعنا، الاكاونت بتاعنا، هنلاقي المربعات ديت معناها الابليكيشن بتاعت الجيميل، من ضمنهم الجوجل درايف. خش على جوجل درايف، طالما انت عندك اكاونت على الجيميل بيكون عندك جوجل درايف، بتخش بنفس الحساب اهو، بيقول لك الساعة المتاحة عندك، انت عندك 15 جيجا فري، تمام، وانت مستهلك منهم اهو قد ايه. هنشوف دلوقتي ازاي نرفع فيديو مثلا على سبيل المثال، اهو فايل ابلود، نختار اي فيديو عندنا على الجهاز وليكن مثال الفيديو دوت اهو، ونقول له اوبن اهو، ابلودنج وان ايتم، يتم رفع الفيديو. خلاص ابلود بسرعة جدا، ادي اهو الفيديو تحت عندي ومساحته 2 ميجا بايت. طيب اقدر دلوقتي بقى اخد لينكة من الفيديو دوت وابعتها لاي حد، اهو ادي شير وادي جيت لينك، هي دي الطريقة اهو، ادي شير اقدر ابعتها عن طريق الايميل مثلا، اكتب الايميل، او ان انا اقول له هات لي اللينك كوبي لينك. خلاص كده انا عندي لينك اقدر ابعتها عن طريق الماسنجر، او اقدر ابعتها في الفيسبوك او الواتساب او اي حاجة تاني. نجرب مثلا على سبيل المثال نخش على الجيميل بتاعي دلوقتي، انا خدت خلاص كوبي من اللينك اللي معايا، اللينك بتاعت الفيديو، هفتح الجيميل هوريكم مثال اهو، وهبعت مثلا رسالة لنفسي، خلاص this is my link، واحط بيست هنا اهوت للينك اللي انا خدتها كوبي بتاعت الفيديو، وابعت ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو اعمل سند، اهو وصلت على طول في ساعتها اللينك ليا، عادي اللينك وصلت كأني دلوقتي شخص تاني خالص. اهو ادوس داونلود او ادوس على اللينك، هدوس داونلود على سبيل المثال، اهو جالي خيارات الداونلود، ستار داونلود كده، الفيديو اتحمل عندي من المساحة التخزين السحابي بتاعت الجوجل درايف اهو، ادي تم التحميل. دلوقتي انا بفتحها من الساعة الداخلية بتاعتي، طبعا اقدر اعمل ده من اي مكان في العالم، اخش على الجوجل درايف بتاعي، الاكونت بتاعي، وانزل اي حاجة انا حاططها. طيب نجرب حاجة تاني، الوان درايف، الوان درايف دوت لازم يكون عندي حساب على الهوت ميل او الاوتلوك، ادي الوان درايف، هخش بالاكونت بتاع الهوت ميل اهو، اعمل ساين ان، لو انت ما عندكش حساب بتعمل كرييت حساب، بتعمل كرييت اكونت، تخش ساين ان، اوكي اهو دخلنا دلوقتي على الوان درايف، نفس الشيء بالظبط زي في الجوجل درايف، هنا الوان درايف نفس الشيء، هتلاقي الملفات اللي انت رافعها موجودة كلها هنا اهوت اهو، وتقدر تقسمهم فولدرات، وهنا اهوت ادي المساحة الفري اللي عندك المتاحة، انت ليك 5 جيجا فري، هنا كان ليك 15 جيجا، هنا ليك 5 جيجا فري اهو،
تقدر تشوف ملفاتك وتتحرك جواها، او تقدر انت تعمل مثلا فولدر جديد اهو تحط فيه الملفات وتقسمها مثلا. يعني الفولدر دوت على سبيل المثال هنعمل كرييت فولدر اهو، ماي نيو فولدر، عشان نحط فيه ملف نجرب مع بعض. ادي ماي نيو فولدر هنفتحه ونجرب نعمل ابلود لاي ملف عندنا على الجهاز اهو. ابلود فايل، نختار اي فيديو. طبعا انت تقدر تعمل نفس الحكاية مع الفيديوهات الكبيرة جدا اللي مساحتها كبيرة، طالما عندك مساحة كافية على الجوجل درايف او الوان درايف تقدر تعمل مساحة. ادي اهو عمل خلاص ابلودنج، رفعها اهو، نقدر ندوس عليها ونعملها شير زي ما عملنا في الجوجل درايف. ادي دوس عليها علم عليها واعمل شير، اختار شير ويدينا خيارات الشيرنج اللي عندنا اهو. تقدر برضو تبعتها بالايميل بشكل مباشر، او تعمل كوبي لينك زي ما عملنا مع الجوجل درايف. ادي كوبي لينك، جات لنا اللينك اهي، باخدها كوبي واقدر زي ما عملنا قبل كده ابعتها بالايميل لاي حد انا عايز ابعت له، او احطها على الفيسبوك، او ابعتها بالماسنجر، او اي برنامج تاني للتواصل لو عايز حتى احطها على الانستجرام اهو، واعمل بيست لللينك واقول سنت. خلاص ارسلت دلوقتي اللينك مثلا لنفسي على سبيل المثال، ادي وصلتني اللينك نفس الشيء. خلاص افتح اللينك هيديني على طول خيارات التحميل. اهو اهو الفولدر فتح لي الملف اهو، بعمل ستار داونلود، خلاص بنزلها من مساحة التخزين السحابي بتاعة الوان درايف، وبفتح الفيديو اهو فتح معايا واشتغل كويس. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.